برحب بيكم مشاهدي برنامج عين على البرلمان في الجولة الأولى النهاردة اللي هنفتح فيها ملف مهم جدا وهي مستشفيات التكامل واللي تحدث عنها الرئيس الجمهورية مؤخرا وكمان مجلس النواب فاتح ملف ده منذ انعقاده. هنحاول نكون جزء من الحل ونطرح على الحكومة حلول من على أرض الواقع للاستفادة من تلك المستشفيات بدلا من تحولها إلى جدران مهملة. هنستقبل مشاركاتكم طوال الحلقة على الأرقام اللي ظهر قدامكم على الشاشة وكمان اللي عنده فيديو بيظهر أي وضع سلبي يبعت لنا على رقمنا على الواتساب اللي ظاهر قدامكم على الشاشة دلوقتي. وصلنا معكم لفقرة الأخبار. تعقد وزارة قطاع الأعمال مؤتمرا صحفيا اليوم برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام لاستعراض مؤشرات الشركات القابضة خلال العام المالي الحالي. وكانت وزارة قطاع الأعمال العام قد وعدت بعقد مؤتمر صحفي بعد الانتهاء من عقد الجمعيات العمومية للشركات القابضة والشركات التابعة لها واعتماد نتائج الأعمال والقوائم المالية للعام المالي عام 2015 وعام 2016. انتهت الشركات القابضة من عقد الجمعيات العمومية لنحو شركة تابعة لقطاع الأعمال العام، وسيتم الانتهاء من جمعيات عدد من الشركات التابعة خلال الشهر القادم. وتمكنت الشركات لأول مرة منذ 10 سنوات من عقد جمعياتها العامة في موعدها. هننتقل معكم على الهواء مباشرة لمتابعة المؤتمر الصحفي برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال. تابعونا. في سلوفانك كده وبتاع وبعدين يجي مكتوب عليها سي 100 جنيه تقول ايه دي ادفع فيها 100 جنيه ازاي؟ غير لما تبقى محطوطة فيه علبة ليها شكل معين باسم تجاري جديد بشكل جديد زي الحاجات اللي بتبيعها الشركات الأخرى. فبنشتغل على حاجتين، على المنتج النهائي، لأن خد بالك القماش ممكن يبقى جودته حلوة بس عملية التجهيز النهائية وعملية التغليف النهائي بتفرق في قيمة المنتج. عندي مشكلة في الصباغة برضو، هتحتاج شوية استثمارات بندرسها. طبعا كل الدراسات اللي كانت اتعملت بيعاد حسابها مرة أخرى وفقا للمتغيرات الاقتصادية الجديدة. وزي ما قلت الحاجات اللي أنا بقولها دي ليست فقط على مستوى شركات قطاع الأعمال العام ولكنها كمان على مستوى صناعة الغاز والنسيج بصفة عامة. اهتمام الحكومة بالموضوع ده مرتفع. المهندس رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل عامل لجنة للصناعات النسيجية وبنجتمع بصورة شهرية، ويمكن انتوا بتقروا في البيانات اللي بتنزل من مجلس الوزراء وهي فيها جميع الأطراف اللي متعلقة بالصناعات الغزل والنسيج بما فيها بحوث القطن والزراعة والشركات التصدير علشان خاطر الصناعة دي نفسها، وفي تعاون تام مع وزارة الصناعة والتجارة في المجال ده. الشركة القابضة للتشييد والتعمير الحقيقة كان عندها سنتين مش كويسين اللي هي 2013-2014 و2014-2015. هي قدرت تحول الخسائر إلى إلى أرباح السنة دي، عاملة صافي ربح 738 مليون، وإيراد النشاط إيرادات النشاط ارتفعت ارتفاع غير عادي من 7 مليار ارتفعت لعشرة لعشرة مليار. طبعا احنا عندنا عقود جديدة كتيرة واخدينها في شركات المقاولات. هنتكلم على التشييد والتعمير ان تحتها حاجتين، شركات اسكان وشركات مقاولات وشركات اخرى، في مجموعه من الشركات الاخرى تجاره. بنتكلم عن المقاولات، طبعا انتوا شايفين حركه البناء في مصر في السنه اللي فاتت واللي قبلها. لازم شركات المقاولات هيبقى عندها ارتفاع في ايرادات النشاط، كم المشروعات والطرق والاسكان الاجتماعي اللي بيحصل والعاصمه الاداريه الجديده، فلازم هيبقى عندها ارتفاع في الايرادات. بس هي عندها مشكله ان عندها عقود قديمه قوي كانت متوقفه، عشان ما نظلمش الناس برضو، كانت متوقفه لاسباب خارجه عن عن ارادتهم، والنهارده بينفذوها بيكملوها. محطات صرف، محطات مياه في محافظات كتيره، لان عندنا حسن علام وعندنا مختار ابراهيم وعندنا شركات بتنفذ الحاجات دي.
فدي اللي فيها مشكلة، لان هو بينفذها ولازم يكمل، بس دي عقود كلها بتحقق ايه؟ خسائر، لان في عقود من 2001، عقود من 2003، فطبعا مش كلها بتحقق عنده ايه؟ ارباح. انا كنت في زيارة لمختار ابراهيم من اسبوع لاسبوعين، قلت لهم انا عايز نفصل نتائج الاعمال بتاعتنا لجزئين، ابقى شايفهم الجديد اللي بتاخدوه بتكسبوا فيه كام، والقديم اللي مضطرين تكملوه بتخسروا فيه ايه قد ايه، علشان خاطر ما اقدرش احاسب مجلس ادارة متعين من سنة على ان هو عنده عقود بتخسر، هو مش هو اللي دخل في هذه الايه العقود، وهي توقفت لاسباب متعددة ممكن هم ما يكونوش مسؤولين عنها، والنهاردة بنكملها، ولو كملناها النهاردة احسن من لو اجلناها العام اخر. انما بصورة عامة هم حققوا نمو في الارباح غير عادي. طيب عملنا شوية تغييرات في مجالس الادارات، عملنا تغييرات في مجالس الادارات، وزي ما قلت تغييرات مجالس الادارات ليها مؤشرات اداء، هي دي اللي بنقول احنا كده هو نغير ولا ما نغيرش، لان يعني لو لقينا شركة ارتفع عليها تكاليف المدخلات كلها، ارتفع عليها تكاليف المواد الخام بتاعتها وبعدين بيخسر، طب ما هو لازم ايه هيخسر، بس هو بياخد قراراته مظبوط ولا لا؟ فده اللي بنقوله. تغيير مجالس الادارات، علشان انتوا سألتوا على الحاجات دي كتير قبل كده، ليها قواعد في القانون، وانا ما احبش خالف القانون، فلازم بجمعية ايه عمومية او باستقالة رئيس الشركة. السنة اللي فاتت والوزير السابق اشرف سلمان لما كان موجود، في حوالي 50 رئيس شركة تابعة حصل فيهم تغييرات. السنة دي احنا غيرنا لغاية دلوقتي 19 رئيس مجلس ادارة شركة تابعة، مش معقول ان هم كلهم 121، فمش كله بيبقى تغيير، وبنغير في اعضاء مجالس ادارات الشركات دي. على مستوى الشركات القابضة هو رئيس شركة قابضة اللي اتغير حتى تاريخه، انما غيرنا في اعضاء مجالس الادارات. عندنا مجالس ادارات الشركات القابضة، القابضة للسياحة ينتهي شهر فبراير، القابضة للمعدنية ينتهي برضو شهر فبراير، ثالث شركة تنتهي لا الكيماوية 6 فبراير، في شركة ثالثة برضو هتنتهي مجلس ادارتها الادوية، صح الادوية برضو فبراير. وده خدنا قرارات في الجمعية العمومية خلاص بتغيير المجالس، مش لازم تغيير المجالس يعني كل الناس هتتغير، انما اعادة تشكيل المجالس وتعلن عنها في نهاية مدة المجلس. ما ينفعش حتى ان حد يبقى النهاردة حتى لو عضو مجلس، مش رئيس مجلس، عضو مجلس وعارف ان هو ماشي الشهر الجاي، طب هيحضر الشهر ده ازاي؟ فاحنا بنعلن عنها في نهاية مدة المجلس، ومدة المجلس زي ما قلت لكم عندي مجالس تنتهي، ثلاث مجالس في 17 فبراير اللي جاي، في مجلس تاني هينتهي في 30/6، في مجلس اعتقد القبضة للنقل البحري والبري برضو تنتهي 30/6، ففي نهاية المجلس يعاد تشكيل المجالس، يعاد تشكيل المجالس بما يتفق مع خطة التطوير المقترحة. بس أنا في مجالس إدارات الشركات التابعة وهيحصل فيها إضافات الفترة اللي جاية كتير، لأن الحقيقة غالبية الشركات التابعة بتعاني من إن مجلس الإدارة خمسة بس اللي هو الحد الأدنى وفقا للقانون، رئيس المجلس واثنين اعضاء متفرغين، واحد فني وواحد مالي، واثنين اعضاء منتخبين قدامهم، وبالتالي مفيش خبرات متنوعه في هذه المجالس. طلب من رؤساء الشركات القابضه ان لازم حتى لو في نظام اساسي لشركه تابعه
بيقول ان العدد 5 يتغير النظم دي. بدأ التغيير في الأدوية اعتقد ضافوا في 4 شركات عضوين جداد من ذوي الايه الخبرة، خبرة بقى مالية، خبرة تسويقية، خبرة قانونية، ويضاف اليهم طبعا اعضاء منتخبين. انما غالبية الشركات التابعة مشكلتها الرئيسية ان العدد اللي موجود هو العدد الحد الادنى للايه للقانون اللي هو 5، وكلهم من داخل الشركة. فبتبص لها ما فيش فكر مختلف قاعد في المجلس، هم خلاص الناس اللي بتشتغل التنفيذيين ويقعدوا مع بعض، فما تلاقيش فكر مختلف، حد بيطرح فكرة جديدة. فالفترة اللي جاية هيضاف على مجالس ادارات الايه الشركات. انا ما كانش هدفي النهاردة ان انا اقول حصاد العام والحاجات دي، انا هدفي اعلن البيانات الايه الفعلية اللي حصلت علشان خاطر يبقى في الشفافية الواضحة، ونقول اللي حصل في كل شركة. انما طبعا احنا اتكلمنا قبل كده في محاور التطوير اللي احنا شغالين فيها وهي متعددة، هنتكلم بقى بعد شهرين تاني في خطة تطوير الحديد والصلب وفي خطة تطوير الغزل والايه والنسيج اللي هي الهيكلة الفنية. بس السناب شوت ده، اللقطة دي مهمة قوي، ان احنا في نهاية السنة المالية السنة الميلادية بنعلن نتائج الايه الاعمال بعد اعتمادها من مراقبي الايه الحسابات، ليست مؤشرات، ليست مبدئية، كلها نتائج ايه نتائج فعلية. ده اللي كنت عايز اقوله بس النهاردة، وعارف ان انتوا هتبقوا عايزين تسألوا، وهاني بصص لي بصه كده، فهاخد ايه نقول 5 اسئله خلاص. طيب يلا اتفضل يا استاذ هاني. طيب سؤال جميل ومهم، وانا جبت يعني لمحت عليه. بس هو الحقيقه تغيير سعر الصرف يحتاج الى دراسه، ما هياش اجاوب ده، بس ما هياش كده هيكسب ولا ايه ولا هيخسر. ما هو ما تنساش برضو حاجتين، ما هو اكيد مدخلات الانتاج كلها ايه ارتفعت، وتكلفة الخطوط الانتاج الجديدة اللي مستوردة من بره برضو هتبقى ايه ارتفعت. بس في نفس الوقت زي ما بتتكلم على الحديد والصلب مثلا، طب ما هو سعر الحديد اللي بيتباع وانتوا عارفين بقالنا شهر السعر ايه ارتفع، فهي تحتاج الى اعادة ايه حساب، انما مش ان ارتفعت يبقى ما نعملش، او هي تحتاج الى اعادة ايه حساب. وهيكل التمويل يحتاج الى اعادة حساب، بمعنى انت افرض كنت عامل حسابك هتقترض 60% وتحط انت 40 ايه في المية، طب ما هو تكلفة برضو سعر الخصم والاقراض تكلفة الفايدة ما اختلفت، فنبتدي نفكر لا مش هتنفع بهذا الايه الشكل، ممكن يبقى 40-60 نعكس، ممكن يبقى 50-50. فهي تحتاج الى اعادة ايه حساب، وانا طلبت اعادة حساب جميع دراسات الجدوى، ويمكن ده انتوا نزل بيه بيان يعني لكل الشركات، اي مشروع من مشروعات التطوير القائمة يعاد حساب دراسة الايه الجدوى، اذا لقينا انها ما زالت مجدية بنستمر، اذا لقينا انها غير مجدية بالوضع اللي كانت قائمة ايه عليه نبتدي نبحث في بدائل اخرى. فهي دي إدارة الأعمال يعني بصفة عامة، الأعمال يعني البزنس، يعني الـ ما هياش
استاتيك، ما هياش ثابته، دي ديناميكيه بتتغير بايه؟ بتغير المتغيرات المختلفه، فلازم ناخد في اعتبارنا المتغيرات دي. ومفيش بقى طب ما احنا كنا قايلين هنعمل كده يبقى لازم نعيد الدراسه على اننا هنعمل كده نفس اللي كنا قايلين، طب ما نغيرها ونشوف البديل اللي حقق لنا ايه افضل منفعه. لا قعدت الدراسة بتاخد لها يعني مش فترة، يعني انت لو مخلص دراستك علشان تعيد الدراسة من اول وجديد وبتغير بس شوية متغيرات ما تاخد لها شهر، انما لو ثبت بعد الدراسة انها غير مجدية، غير مجدية بأني شكل، بالشكل اللي انت كنت عامله في الاول، فهنا تحتاج الى بدائل اخرى بقى. انت كنت يا عم هتاخد 60% قرض، لا ابتدي غير وابتدي فكر انك تاخد 50% ايه قرض. مرة تانية برحب بيكم مشاهدي برنامج عين على البرلمان. زي ما تابعتوا معنا كان ده من جزء من المؤتمر الصحفي لوزارة قطاع الأعمال لعرض ما هو حصاد وزارة قطاع الأعمال. قالت مصادر برلمانية خاصة أن الدكتور علي عبد العال ورئيس المجلس سيعلن عن تشكيل لجنة مشتركة من لجان الدفاع والأمن القومي والشؤون العربية والتشريعية والعلاقات الخارجية لمناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية وما ترتب عليها من أثار فور وصول الاتفاقية إلى مجلس النواب بعد توافق هيئة مكتب المجلس. وشددت المصادر في تصريحات خاصة لعين على البرلمان على أن الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس سيعطي اللجنة صلاحيات كبيرة في مناقشة الاتفاقية، ومن بينها عقد جلسات استماع لخبراء في مجال تعيين الحدود البحرية وأساتذة القانون الدولي وعدد محدود من أعضاء لجنة ترسيم الحدود، وفي مقدمتهم الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي، والذي حضر اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من الإعلاميين بصفته عضوا في اللجنة لشرح ملابسات الموقف المصري من الاتفاقية فور ظهور حالة من الغضب الشعبي. وأوضحت المصادر أن رئيس المجلس لن يحدد مدة لعمل لجنة مناقشة الاتفاقية، وسيعكس تشكيلها التنوع الموجود داخل مجلس النواب من ائتلاف دعم مصر ونواب الأحزاب والمستقلين وصولا إلى ممثل النواب تكتل اليسار والمتمثل في 25-30 المتواجدين في اللجان الأربعة. وفي نفس السياق أعلن المحامي خالد علي إقامة دعوى قضائية رقم 20-235 لسنة 71 قضائية ضد قرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الخاصة بالجزيرتين إلى مجلس النواب. ينضم إلينا عبر الهاتف المستشار محمد حامد الجمر لرئيس مجلس الدولة الأسبق. تحياتي لحضرتك سيادة المستشار. سيادة المستشار تحياتي لحضرتك يا فندم. سيادة المستشار حضرتك سامعني؟ طيب واضح ان التليفون فيه حاجة، هنحاول ان احنا نتصل بسيادة المستشار تاني. في نفس السياق برضو عدد كبير من أعضاء مجلس النواب أعلنوا موقفهم من إحالة اتفاقية ترسيم الحدود إلى المجلس، واستقر عدد كبير منهم أن ده مخالف لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان الاتفاقية، حيث وصف النائب علاء عبد المنعم عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب قرار موافقة مجلس الوزراء وإحالتها إلى مجلس النواب بقرار مريب، مؤكدا أن القضاء هو صاحب الكلمة في هذه الاتفاقية وليس مجلس الوزراء أو مجلس النواب. وأيضا النائب صلاح عبد البديع أستاذ القانون الدستوري قال أن الإحالة مخالفة لحكم محكمة القضاء الإداري بعيدا عما تحويه الاتفاقية. وأيضا تقدم النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب يطالب فيه برفض إحالة مجلس الوزراء للاتفاقية. بيرجع لنا تاني المستشار محمد حامد الجمر رئيس مجلس الدولة الأسبق. تحياتي لحضرتك يا فندم. معالي المستشار تحياتي لحضرتك. معالي المستشار حضرتك سامعني؟ طيب يعني هنحاول برضو تاني نشوف التليفون فيه ايه.
في نفس السياق برضو تصدر اليوم محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعبدين حكمها في الاستئناف على حكم محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. وكانت محكمة الأمور المستعجلة قد قضت في 29 سبتمبر الماضي بقبول استشكالين لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، مما يترتب عليه وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري. وعاجل محكمة مستأنف تقضي بتأييد وقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود. بعيد تاني، محكمة الأمور المستعجلة تقضي بتأييد وقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود. طيب، ينضم إلينا عبر الهاتف النائب دكتور محمد صلاح عبد البديع، أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس النواب. دكتور محمد، أهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك السادة المشاهدين. كيف ترى إحالة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية إلى مجلس النواب؟ الحقيقة تعهدنا بالحكومة في الفترة الأخيرة بتحاول دايما تحطنا في مشاكل مع مؤسسة الدولة ومع المواطنين، وطبعا احنا عندنا في حكم صادر من مجلس الدولة ومحكمة القضاء الإداري بيقضي ببطلان هذه الاتفاقية ومصيرة الجزيرتين، وبالتالي حجية الأحكام اللي احنا ده مبدأ متعارف عليه أمام القضاء بتقتضي إنه الجميع يحترم هذا الحكم، وإن هذه الحجية هي بتجعل هذا الحكم حجة على الجميع بما فيه كل مؤسسات الدولة. فده كان المفترض إن هو يعني تنفيذ هذه الحجية بيقتضي إن الحكومة لا تسرع إلى تقديم هذه الاتفاقية انتظارا لنتيجة الطعن في الحكم محكمة القضاء الإداري أمام محكمة القضاء العليا اللي هي حجزت القضيه للحكم خلال يوم 18-19 يناير. يعني يا دكتور محمد، اتفضل. يتنافى مع الاعراف القضائيه ومع الحجيه اللي بتتمتع بها حكم القضاء الاداري، خاصه هذا الحكم لا يجوز وقف تنفيذه الا من محاكم مجلس الدوله. يعني الحكم اللي صدر النهارده مع احترامي وتقديري هو حكم قضى بما لا يجوز له ان يقضي فيه. انا لسه كنت هسال حضرتك يا دكتور عن حكم مستأنف الاول القاهره يا فندم، الامور المستعجله في غياب نص بينظم هذه المساله في دستور 71. فكان دايما الانظمه السابقه بتلجا الى هذه الحيله غير القانونيه بانها تطعن في احكام مجلس الدوله امام القضاء العادي، وده لا يجوز في ظل الماده 190 من الدستور الحالي اللي هي بتنص على انه مجلس الدوله هيئه مستقله بتختص بالنظر في الغاء وتعويض عن القرارات الإدارية والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام مجلس الدولة. يعني اللي بيفصل في مسألة وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري هو المحكمة الإدارية العليا، أو تحديدا دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، هي التي تملك وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري. هذا لم يحدث. طب دكتور محمد، أنا عايز أسأل حضرتك، هل الإجراءات اللي تمت يعني تمت في يعني قضية أو اتفاقية ترسيم الحدود البحرية دي تمت وفقا للدستور؟ أنا حضرتك لأن أنا أستاذ قانون دستوري ما أقدرش إن أنا أردت في هذه المسألة احتراما لحكم قضائي واجب النفاذ هو حكم محكمة القضاء الإداري، وبالتالي أنا هنتظر حكم المحكمة الإدارية العليا في هذا الطعن، وبعد كده كأستاذ قانون دستوري وأمام الله وأمام الوطن سوف أدلي برأي الدستوري في هذه المسألة. فأنا منتظر حكم المحكمة الإدارية العليا. يعني معنى كده إن مجلس النواب هينتظر حكم المحكمة الإدارية العليا؟ المفترض حضرتك إن هذه الاتفاقية لا تناقش أمام مجلس الدولة أمام مجلس النواب إلا بعد صدور الحكم النهائي من المحكمة الإدارية العليا في الطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية وبمصيرية الجزيرتين. طب يعني فرضا يا دكتور، لو حكم المحكمة الإدارية العليا أيدت الحكم بتاع أول درجة، مجلس النواب هيعمل إيه؟ بناء عليه حضرتك بقى ألجأ إلى المادة 151 من الدستور اللي بتنص على انه رئيس الجمهوريه بيبرم المعاهدات ثم يصدق عليها بعد موافقه مجلس النواب. والماده تجاهلت في هذا الامر وقالت انه في جميع الاحوال لا يجوز ان تتضمن اي معاهده ما يترتب عليه التنازل عن جزء من ارض الدوله. وفي جزء في فقره اخرى بتتكلم عن انه المعاهدات المتعلقه بحقوق لازم تعرض على مجلس النواب ويعمل لها ويحصل عليها استفتاء شعبي. أنا عليك، يبقى المعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة لا يجوز التصديق عليها إلا بعد استفتاء الشعب عليها وموافقة الأغلبية. فإحنا بين أمرين، إذا افترضنا جدلا إن حكم المحكمة الإدارية العليا
جدلا سوف ياتي مغيرا لحكم محكمه القضاء، وبالتالي الغى هذا الحكم، يبقى يعود الامر الى مجلس النواب وتحديده فيما اذا كانت هذه الاتفاقيه تعتبر من التدخلات اللي بتمس. طب يا دكتور معلش خليني ارتب مع حضرتك افكاري. حاله الحكومه للاتفاقيه ده مخالف لحكم محكمه القضاء الاداري، ده صح ولا غلط؟ الأولى. الامر الاول ده تسليم حاله الحكومه لهذه الاتفاقيه لمجلس النواب، هذه مساله تتعارض وتخالف الاعراف القضائيه والتي تتطلب ان الجميع يلتزم بحكم محكمه القضاء الاداري الى ان يفصل في الطعن فيه امام المحكمه الاداريه العليا. طيب حكم يعني حكم جنح المستأنف الامور المستعجله ليس له قيمه الا صدر النهارده يا فندم؟ هذا الحكم مع احترامي ليه لا يقيد مجلس الدوله ولا يعترف بمجلس الدوله، ان اللي بيفصل في هذا الامر هو الماده 190 من الدستور اللي احنا وافقنا عليه واستفتي عليه الشعب وافق عليه، اكثر من 98% من ذهب الى التصويت عليه بيقضي صراحه بان مجلس الدوله هو الذي يختص بالفصل في منازعات تنفيذ احكامه وليس اي محكمه اخرى خارج مجلس الدوله. وثالث حاجه يا دكتور ان مجلس النواب هينتظر حكم المحكمه الاداريه العليا او بالطلب لابد ان ينتظر يعني احترام القضاء واستقلال القضاء واحترام حريه الاحكام الصادره من القضاء بتتطلب من مجلس الدوله احتراما لمبدا الفصل بين السلطات، مجلس النواب احتراما لمجلس احتراما لحريه الاحكام ومبدا الفصل بين السلطات، ده بيتطلب من البرلمان ألا يلجأ إلى مناقشة هذه الاتفاقية إلا بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا خلال هذا الشهر أو الشهر. طيب بشكر حضرتك دكتور محمد صلاح عبد البديع أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس النواب، وينضم إلينا عبر الهاتف أيضا الأستاذ مصطفى بكري عضو مجلس النواب، تحياتي لحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. تعليق حضرتك على موافقة الحكومة على الاتفاقية ورفعها للبرلمان. الحقيقة هذا قرار متأخر، كان يتوجب على الحكومة أن ترسل بهذه الاتفاقية إلى البرلمان منذ التوقيع عليها استنادا إلى المادة 151 من الدستور التي توجب بالفعل إحالة هذا الأمر إلى البرلمان باعتباره الجهة المختصة فيما يتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وكذلك الحال بالنسبة للمادة 197 من القانون 1/2016 بشأن اللائحة الداخلية. عندما تحركت الحكومة تحركت متأخرا، تحركت بمنطق إحالة الأمر إلى الجهة المختصة. كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تأتي من الحكومة إلى البرلمان. البعض يقول أن هناك حكم قضائي، ونحن نقول في المقابل أن وجود حكم قضائي لا يحول دون تفعيل الدستور وممارسة الحق. نحن لسنا أمام قرار إداري حتى نستند إلى المادة 190 من الدستور التي تقول أن مجلس الدولة جهة مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه. هذا ليس قرار إداري، القرار الإداري لابد أن يحدث أثرا قانونيا. نحن في مرحلة إبرام الاتفاقية، والإبرام له مراحل متعددة من بينها ضرورة موافقة مجلس النواب على هذه الاتفاقية، وبعد ذلك يستطيع أي شخص. بس يا فندم هي الاتفاقية اتعرضت على محكمة القضاء الإداري وحكم أول درجة طلع قراره، يعني هل حكم القضاء الإداري أول درجة ده ليه حجية ولا لا؟ يا فندم المادة 111 من أحكام قانون مجلس الدولة تحول دون النظر في الأمور والأعمال السيادية. هذا عمل سيادي، بدليل أن المحكمة ذاتها قبلها بأسابيع قليلة لما عرضت عليها اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر وقبرص واليونان قالت أن القضاء الإداري غير مختص وأن هذا عمل من أعمال السيادة. إذن ما حدث هو مجرد اجتهاد قد يكون خاطئ وقد يكون صحيح. مثلا من الذي يفصل في ذلك؟ احنا النهاردة منذ قليل صدر حكم من محكمة الأمور المستعجلة، هذا الحكم يؤيد حكم الأمور المستعجلة السابق بأنه القضاء الإداري لا حق له في الفصل في هذه القضية. معنى كده أن مجلس النواب يا فندم يعني مش هينتظر حكم المحكمة الإدارية العليا وهو اللي هيحكم. يا فندم يجب الآن على رئيس مجلس النواب أن يتقدم بمنازعة أمام المحكمة الدستورية. أنا عندي حكمين، حكم من هيئة قضايا الدولة
وحكم اللي هو قصدي حكم من مجلس الدولة اللي هو القضاء الإداري وحكم من محكمة الأمور المستعجلة. في إمكان رئيس مجلس النواب أن يتقدم للمحكمة الدستورية العليا. أنا عندي حكمين دي واحد. ولكن ذلك لا يحول دون اختصاص البرلمان في مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية. احنا ما بنناقش هنا صنافير ولا تيران ولا غيره، احنا بنناقش اتفاقية تعيين الحدود، والاتفاقية دي يا فندم موجودة في الأمم المتحدة من سنة 90. طيب من سبعة بالقرار الإداري 127 طيب. سنة 90. طيب سيادة النائب، سيادة النائب حضرتك ممكن تخليك معانا برضو، هناخد رأي قانوني معانا المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الدكتور محمد صلاح عبد البديع أسفة أستاذ القانون الدستوري. اتفضل يا دكتور، تعليق حضرتك على كلام سيادة النائب مصطفى بكري. أنا برحب بالزميل العزيز الأستاذ مصطفى بكري، والحقيقة أنا يعني عايز بس نناقش الموضوع من الناحية القانونية عشان الناس تفهم الكلام بتاعنا. حضرتك بدأت الأحكام القضائية لا حجية بتمنع الجميع من أنه يجتهد في تفسيرها أو أنه يعني يصدر ما يعارضها، وإحنا عندنا حكم قضائي موضوعي صادر من محكمة القضاء الإداري. وزي ما قلت لحضرتك أنه هذه الحيلة غير القانونية اللي كان بيلجأ إليها الأنظمة السابقة في اللجوء إلى المحاكم العادية أو محكمة القضاء الأمور المستعجلة أصبحت باطلة بعد صدور الدستور ونصه في المادة 190 على أنه الطعن في المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام مجلس الدولة بيختص بها مجلس الدولة وليس القضاء العادي. دي أمر أول. الأمر الثاني، أنا بقول لأخويا الزميل العزيز الأستاذ مصطفى أنه اللي بيحدد ما إذا كان محل الطعن أمام مجلس الدولة هل هو قرار إداري أم عمل من أعمال السيادة، ده اللي بيحدده المحكمة وليس أنا أو الأستاذ مصطفى أو مجلس النواب أو أي جهة أخرى. اللي بيحدد طبيعة العمل هي المحكمة التي تنظر في النزاع، وبالتالي هي التي تكيف ما إذا كان هذا العمل عمل من أعمال السيادة. فبالتالي كما قررت المادة 11 من قانون مجلس الدولة في الحالة دي لا تنظر المحكمة هذا العمل باعتباره من أعمال السيادة. أما أن المحكمة لم ترى فيها في إبرام هذه الاتفاقية أو التوقيع عليها ليس عمل من أعمال السيادة وبالتالي دخلت في نظر الموضوع، فلا بد ان احنا نحترم اجلالا وتقديرا للمحكمه وننتظر الطعن في الحكم امام الاداري العليا. المساله الاخرى عايز اقول لحضرتك برضه الدستور لما جه نظم مساله التعارض بين القضيتين مختلفتين واحال الامر للمحكمه الدستوريه العليا، هو كان بينظم المساله اذا كان هناك حكم موضوعي نهائي صادر من جهه قضائيه وحكم موضوعي نهائي اخر صادر من جهه اداريه اخرى. ما صدر من القضاء العادي ليس حكما من في الموضوع ولكن حكم مستعجل، وبالتالي هذا الحكم لا يرقى الى يعني مرتبه الاحكام القضائيه النهائيه التي يجوز في حال تعارضها مع احكام مجلس الدوله ان نلجا الى المحكمه الدستوريه العليا. شكرا يا سياده النائب، اتفضل يا دكتور. استاذ مصطفى اتفضل. يعني اولا اريد ان اتوقف امام عدد من النقاط تفضل بها استاذنا الدكتور محمد صلاح الدين. النقطه الاولى، هل كان يجوز من البدايه لمحكمه القضاء الاداري ان تنظر عملا من اعمال السياده كل احكام المحاكم؟ بس يا فندم الدستورية. بس لو بس سمحت اتفضل. كل احكام المحكمه الدستوريه العليا قالت لا يجوز التعرض لاعمال السياده، لانه بصراحه بكره مثلا يعني ممكن رئيس الجمهوريه بيدعو مجلس النواب الى الانعقاد، زميل يروح رفع قضيه يمنع هذا الانعقاد، وقص على ذلك كثيرا. ولذلك كان المشرع واضحا في الماده 151 من الدستور، واوكل لمجلس البرلمان الاختصاص الاصيل في النظر في مثل هذه الاتفاقات والمعاهدات. ولكن بعد التولية. وقت قد ايه يا استاذ مصطفى؟ يعني ماليش دعوه انا بالوقت، انا بتكلم على الحق الاصيل. بعد وقت قد ايه وفي حكم دلوقتي؟ يعني في واقع دلوقتي ان في حكم من المحكمه الاداريه العليا. صدور الحكم لا يعني وقف ممارسه البرلمان لاختصاصه. خلي الحكم ماشي كما هو والبرلمان يمارس اختصاصه، لكن هل صدر من المحكمه الدستوريه المعنيه بتفسير القوانين الدستوريه هل صدر منها حكم يمنع ويحول البرلمان من ممارسه اختصاصه؟ ما حصلش هذا الكلام. اذا نحن امام اجتهاد موجود من هنا او من هنا، دي حاجه. الحاجه الثانيه هي منازعه التنفيذ موجوده قدام المحكمه الدستوريه العليا، يفترض البت فيها يوم 8 يناير. وفي حكم من الاداريه العليا يوم 16، اوكي ماشي. مفيش حكم نهائي صدر حتى الان، الحكم الذي صدر في البدايه هو حكم اولي. لا يحول لا هو ولا أي من الأحكام الأخرى
من ممارسة البرلمان لاختصاصه الأصيل. خلينا نقول إذا حدث نوع من الاختلاف يبقى في منازعة دستورية أمام المحكمة الدستورية اللي بتفسر. احنا دلوقتي في إطار تفسير المادة 151 من الدستور، من الذي يفسر ذلك؟ المحكمة الدستورية، ما حدش تاني اللي هيفسر القانون المتعلق برقم 1 لسنة 2016 المادة 197 من اللائحة الداخلية اللي هي جات نتاج المادة 151 من الدستور، اللي يفصل ده المحكمة الدستورية وليس أي مكان آخر. لأن أنا بضرب مثال، أنا بقول لك من أسابيع قليلة صدر حكم فيما يتعلق بتعيين الحدود البحرية بين مصر وقبرص واليونان بعدم اختصاص القضاء الإداري. هو نفس القضاء الإداري، هي نفس الدائرة، قالت احنا مش مختصين، ده عمل من أعمال السيادة. طب إيه الجديد في ده؟ إيه الجديد في ده؟ إذا في اجتهاد هنا، هنا يوجد اجتهاد. الاجتهاد ده قد يصح وقد يخطئ، الذي يفسر ذلك هو المحكمة الدستورية. إنما كل ده لا يعيق من البرلمان في ممارسة مهمته واختصاصه الأصيل بمقتضى المادة 151 من الدستور. وعشان كده قرار الحكومة قرار صحيح بحالة هذه القضية إلى البرلمان. البرلمان يا فندم مش هيناقش القضية ويوافق عليها يفصم عليها، لا، هذه القضية قضية تعيين الحدود البحرية المستندة للقرار 127 لسنة 1990 واللي مودعة في الأمم المتحدة. احنا ما جبناش حاجة جديدة على فكرة، مودعة في الأمم المتحدة. طب أستاذ مصطفى أنا عايز أسأل حضرتك سؤال، الاتفاقية بتاعت الأمم المتحدة هنجيبها وهنفتح الباب لنقاش طويل قد يمتد شهور عديدة. تعالوا يا جماعة اللي معاه اللي معه واللي ضد وقولوا لنا وجهة النظر، وفي النهاية صدقيني يا فندم مفيش حاجة ممكن يتاخد فيها قرار بهذا الشكل إلا مستندين إلى وثائق ومستندات أكيد طبعا تؤكد نعم أو لا بالتأكيد. طب يعني يعني الاتفاقية وموافقة الحكومة يعني تم وفق للدستور والمفروض طبعاً انها تروح طبعاً لمجلس النواب، ده وفق للدستور. طيب كل الفتره دي يا فندم، معلش انا بتكلم بلسان المواطن المصري اللي قاعد قدامي، كل الفتره دي في تاخر الحكومه لتحويل الاتفاقيه او الموافقه على الاتفاقيه واحالتها لمجلس النواب، ليه اتاخرت؟ ما دي عملت بلبله عند المواطن المصري. انا رحت وقابلت السيد رئيس الوزراء كل فندم انا عايز اعرف اتفاقيه موقعه 8 ابريل، احنا لينا 9 شهور، ايه اللي تم؟ قال في إجراءات أمنية كنا شغالين فيها وحاجات مرافقة للاتفاقية انتهينا منها منذ أيام وعشان كده حولناها لكم، ولما هتيجي الاتفاقية في المجلس مش هنسكت، هنتكلم برضو أسباب التأخير إيه وقولوا لنا أخرتوا الاتفاقية ليه. أكيد، لأن المواطن المصري محتاج إن هو يفهم. بس أنا عايز أقول لحضرتك إحنا لازم نصر في البرلمان إن المناقشات تبقى علنية وعلى الهواء أكيد، وكل الناس تجيب اتفاقياتها واللي معاها واللي عنده وثائق. صح والله يا فندم المجلس إذا كان هذه أرض مصرية يا فندم، يا فندم الدستور فور يعني فوق رقابينا كلنا. بس أنا عايز أسأل الأستاذ مصطفى الصحفي، هل في يعني في تفاهمات ما بين مصر والسعودية خلال الأسبوع اللي فات بعد الخلافات اللي دامت حوالي 4 شهور؟ يا فندم أظن أن الدولة المصرية يعني أشرف بكتير جدا من أنه يتقال في تفاهمات. الدولة المصرية وقعت عن طواعية ومستندة إلى وثائق دامغة على الاتفاقية يوم 8 إبريل، والرئيس السيسي لا يخضع لأحد، والرئيس السيسي صاحب قرار وطني مستقل، وجيشنا المصري ما فرطش في طابة كيلو في كيلو، مش هيجي يا فندم يفرط في ده ابدا. شكرا شكرا سياده النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب والكاتب الصحفي القدير، والدكتور محمد صلاح عبد البديع استاذ القانون الدستوري وعضو مجلس النواب. منذ حوالي اسبوع رئيس الجمهوريه كان وجه للحكومه بضروره الاستفاده من المستشفيات التكامليه، والبعض اخذ الكلام في اطار انه بدايه لخصخصه قطاع الصحه وغيره من بعض الاجتهادات عملها الصحفيين والمهتمين بالمجال في ظل غياب المعلومه والتصور عن كيفية التعامل مع تلك المستشفيات من قبل وزارة الصحة. مستشفيات التكامل عددها حوالي 517 مستشفى كان تم إنشائها في عهد الدكتور إسماعيل سلام وزير الصحة الأسبق، وهو عبارة عن وسيط ما بين وحدات الرعاية الأساسية ومستشفيات المستوى الثاني من الرعاية الصحية في عام 2008. وفي عهد وزير الصحة الأسبق الدكتور حاتم الجبلي بدأ إغلاق هذه المستشفيات وتحويل بعضها إلى وحدات طب أسرة بحجة عدم القدرة على تشغيلها.
حيث تم تحويل 12 مستشفى منها إلى مستشفيات مركزية به، وأجرى عليها تعديلات وأضيف إليها أجهزة جديدة لكي تتواكب وتتماشى مع المواصفات والمعايير الجديدة. أزيلت 9 مستشفيات تكامل بمحافظات الفيوم والجيزة وكفر الشيخ وأسيوط والغربية والأقصر والمنوفية، فيما تم تشغيل 95 مستشفى منهم تشغيل كامل كوحدات لطب الأسرة ووحدات للغسيل الكلوي ومراكز تخصصية للأطفال ومراكز للأمراض المتوطنة والملاريا وعيادات للتأمين الصحي. كان بيتم اختيار المناطق اللي بتقام فيها مستشفيات التكامل بعناية، وكان جميعها في المناطق القروية والريفية الفقيرة، حيث تتكون المستشفى من 4 طوابق، وبذلك تكون مختلفة عن الوحدات الصحية لكنها في الوقت نفسه بتختلف عن المستشفيات المركزية من حيث المكونات والأجهزة. أما في عام 2009 وبعد إصدار الجبلي قرار بالتوقف عن بناء مستشفيات التكامل وتحويل بعضها لوحدات طب أسرة، انخفض عدد المستشفيات الحكومية من 1146 عام 2008 إلى 658 مستشفى فقط، يعني انخفضت حوالي 488 مستشفى. ومن يومها والحكومة في مأزق، إيه اللي هتعمله الحكومة مع هذه الصروخ الخرسانية؟ وما فيش حكومة مسكت مصر قدرت تتعامل مع هذا الملف، كان الجميع بيخشى المواجهة معاه وبيأجل المواجهة دي للوزير اللي بعده أو اللي جاي بعده. بعض الأهالي في عدد من القرى اللي بيها مستشفيات تكامل قاموا بالتبرع وإنشاء أقسام علاج طبيعي وحضانات وأطفال مبتسرين وغسيل كلوي، وكان بيتم تشغيل الأقسام دي بشكل وده من الإدارات الصحية مع الإدارات الصحية من أجل خدمة المريض. وفقا للحصر الذي عملنا فيه حوالي 100 مستشفى تم تجهيزهم بالتعاون مع المجتمع المدني. السؤال هنا بقى، هل هنفضل نسأله على طول لحد ما المشكلة دي تتحل؟ احنا كإعلام بالتعاون مع البرلمان والحكومة لتلك المستشفيات، ازاي ان احنا نقدر نستفيد في إطار خدمة المواطن ونحاول إحياء تلك الصروخ الخرسانية العملاقة؟ خلينا نروح لقرية نكلة التابعة لمركز منشية القناطر بالجيزة اللي فيها مستشفى تكاملي، هنحاول نشوف الأوضاع ونرصد البعد الآخر من الصورة، ونرجع نستقبل مشاركتكم واقتراحاتكم حول الاستفادة من تلك المستشفيات بما يخدم المواطن المصري ولا يحمل أعباء الدولة أي أعباء إضافية. زميلي محمد بهاء على الهواء مباشرة من قرية نكلة، اتفضل يا محمد. برحب بيكي هند وبالسادة مشاهدي تلفزيون الحياة. بالفعل كما قلتي احنا متواجدين في قرية نكلة التابعة لمركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وتحديدا امام احدى صور المستشفيات التكاملية واللي تحولت الى مركز لطب الاسرة، وهي مركز طب الاسرة بنكلة، او يعني هي كانت هذه المركز الطب كان بالطبع مستشفى تكاملية كما ذكرتي، من احدى المستشفيات التكاملية اللي عددها اكثر من 500 مستشفى في جمهورية مصر العربية. لكن هذه المستشفى بعد قرار إلغاء منظومة المستشفيات التكاملية تحولت إلى مركز لطب الأسرة، لكن قبل ذلك وقبل أن تتحول إلى مستشفى تكاملية كانت مستشفى تكلة القروي، كان بها عمليات وكان بها يعني العديد من الخدمات الطبية. لكن هذا الحال يعني تجولنا يعني في هذه المستشفى أو مركز طب الأسرة، هذا المكان أو هذا الصرح مساحته يعني خليني أقول لك هند مساحته أكثر من 4000 متر مربع، حوالي 10 مباني، لكن هي خاوية على عروشها من الخدمات الصحية والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. لكن في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لعرض المستشفيات التكاملية واللي عددها أكثر من 500 مستشفى، عرضها على المجتمع المدني والقطاع الخاص لإعادة استثمارها وإعادة الاستفادة منها، وبالطبع الغرض الرئيسي هو تقديم خدمة طبية أفضل للمواطنين في القرى والنجوع. خلينا على أرض الواقع نعرف حال هذه المستشفى أو حال هذا المركز الطب الأسرة، واللي تحول يعني إلى مركز طب أسرة ولا يقدم أي خدمات غير طب الأسرة فقط. خلينا أتعرف على حضرتك، ويعني خلينا نعرف برضو الطب يعني هذا المركز بيقدم إيه، وكان في قبل ذلك بيقدم خدمات إزاي. محمد عبد الحميد يوسف من جزاية، المستشفى دي مسكنة خدمنا إحنا وجزاية، جزاية ومضنار والرهاو دفعنا كلنا، بنتكلم انها بتخدم اكثر من 6 قرى مثلا كده حضرتك، بتخدم اكثر من كده، والناس فقيره، الناس ما معهاش، يعني الواحد بيقطع تذكره ب2 بياخد علاج، والناس اللي فيها 100 معانا، ونفع المنطقه كلها، نفع جزايا ونفع الرهاوي ونفع مضنار ونفع المناج وعزبه ربيع وبرقاش والمنشيه
وانا مني ازاي؟ طيب. وفي قرار دلوقتي او في عرض لمشروع لاعاده استثمار او اعاده يعني اعاده التوزيع او اعاده انها تكون مش مركز طب للاسره، انها تكون مستشفى متكامل يقدم الخدمات المتكامله لكل المواطنين، شايف هذا الراي؟ المستشفى دي خدمانه وبتاع الفقير وبتاع الفقير، واحنا كلنا فقراء كلنا فقراء. يعني احسن واحد النهارده بيشتغل ب 30 جنيه هروح يجي هروح يجيب ب 100 جنيه هجيب منين ال 100 جنيه؟ هجيبها منين ال 100 جنيه؟ والحال واقف. وعلى كل حال هو برضه الراس كتر خيره وربنا يعينه علينا. طيب خلينا ناخد راي اخر من اراء المواطنين. خليني اتعرف حضرتك، ويعني وعايزين يعني نعرف حضرتك اكيد من اهالي هذه القريه نكله او غيرها من القرى المجاوره. خلينا نعرف تاريخ مركز طب الاسره بنكله، تاريخه ايه بالظبط؟ حضرتك يا فندم المستشفى دي اصلا كانت مستشفى اسمها مستشفى نكله الكروي، وكانت هي تعتبر مقصد وقبله الطب على مستوى المنطقه دي كلها. ده في عام ايه او في فتره ايه؟ ممكن في حدود من اول الثمانينات لغايه التسعينات او 95. يعني ناس كتير يعني على مستوى المناطق دي كلها اجرت عمليات صغرى، اللي بتسمى عمليات صغرى في عالم الطب، عملت العمليات في المستشفى دي. طبعا الدكتور ممدوح اسماعيل سلام رئيس مجلس وزير الصحه في الفتره دي اصدر قرار بتحويل المستشفى لمستشفى تكاملي. ده في بدايات التسعينات. دي في بدايه التسعينات. طبعا احنا كلنا استبشرنا خير، قلنا المستشفى ممكن بقى كفائتها تزيد او قدرتها تزيد وهتخدم اكبر عدد ممكن. طبعا فوجئنا ان المستشفى طبعا برضو ما فيش اي حاجه حصلت فيها. جابوا غرفه اشعه، جابوا ادوات جراحه، ولغايه دلوقتي ادوات الجراحه حبيسه الادراج. وطبعا الادوات كلها اتحولت بقدره قادر للمستشفى المركزي لمنشيه القناطر على بعد حوالي 5 6 كيلو. طيب انا عايز اسال حضرتك بس سؤال، قبل ما تتحول لمستشفى تكاملي كان ايه وضع هذه المستشفى بالظبط؟ قبل تحول لمستشفى تكاملي كان مستشفى، بقول لك لسيادتك، كانت مستشفى كروي بتخدم او قبله الطب على مستوى منطقه شمال الجيزه. كان معظم القرى ومعظم الناس يعني على مستوى القرى دي كلها اكتر من 30 قريه بيجوا يعملوا عمليات هنا، العمليات الصغرى كلها. طبعا احنا كان يعني كان دي مقصد الطب، يعني النهارده كان كله بيقصدها. ايه قرار تحويلها لمستشفى تكاملي؟ اصبح الوضع بقى بالفعل اتحولت مستشفى تكاملي. احنا استبشرنا خير، قلنا ان المستشفى هتزيد كفائتها، جابوا ادوات جراحه وجابوا غرفه اشعه وجابوا حاجات من دي، ولكن اصبحت حبيسه الادراك. فوجئنا ان عامل مستشفى اسمها مستشفى المركزي منشيه القناطر، كان اسمها مستشفى مبارك في منشيه القناطر المركزي، خدوا كل الاجهزه اللي هنا وراحوا مودينا المستشفى المركزي. طبعا فوجئنا برضو عشان الدكتور حاتم الجبلي برضو وزير الصحه في عهد سوزان، في عهد السيد الرئيس، في عهد الرئيس مبارك السابق، طبعا راح محول المستشفى تاني، راح محولها لمركز طب اسره. بعد قرار الغاء المستشفيات التكامليه او منظومه المستشفيات التكامليه تحول هذا المكان الى مركز لطب الاسره. اصبح مقتصر بس على تنظيم الاسره وتركيب وسائل منع الحمل وخلاص على كده. نعم. بس النهارده مستشفى 5000 فدان، 5000 فدان اصبحت مقتصره، خمس فدادين 5000 متر اصبحت مقتصره فقط على تركيب وسائل منع الحمل وعلى كشف عدد المباني جوه في المستشفى ما لا يقل عن 10 او 11 مبنى. والايام دي طبعا لما لقوا العمليه واسعه وما فيش اي استخدام لها راحوا محولين حاجه اسمها الاداره الصحيه منشيه القناطر. بل من قيمه حوالي 5 سنين كان عايزين يعملوا مقر لتجمع النفايات الطبيه، يعني اي عضو مبتور على مستوى محافظه الجيزه كان الافنديه عايزين يجي هنا. طبعا احنا من اول الثوره 25 يناير سنه 2011 خاطبنا جميع المسؤولين، يا جماعه مسؤولين احنا عندنا دلوقتي مستشفى وعندنا طرح كبير يجب استغلاله بالاستغلال الامثل فقط. النهارده انت بس قرار بسيط هتجيب لنا مجموعه حوالي 10 15 طبيب، وحتى قلنا لهم احنا عايزينهم شباب، ولكن النهارده المستشفى دي تشتغل. النهارده دلوقتي المستشفى اصبحت جثه هامده، يعني النهارده المستشفى جثه هامده. خليني اسال حضرتك، شايف قرار يعني او يعني توجيه رئيس الجمهوريه ب يعني قرار عرض هذه المستشفى التكاملية للقطاع الخاص وللمجتمع المدني لإعادة طبعا أو لتقديم خدمة طبية مميزة للمواطنين اللي طبعا بيستحقوا هذه الخدمة؟ احنا يا فندم متفقين تماما ان الدولة دلوقتي بتعاني من ظروف اقتصادية صعبة، واحنا متفقين على هذا المبدأ، والنهارده مفيش فلوس في الدولة زي ما كل الناس بتقول، واحنا لامسين الموضوع ده بايدينا. ولكن النهارده انا النهارده طبعا فوجئت ان مستشفى نكلة تم ادراجها في المستشفيات اللي هيتم خصخصتها وعرضها على المجتمع المدني او رجال الاعمال لاستثمار المستشفيات كحل اخير ان احنا نعطي قبله الحل للمستشفى دي. انا النهارده بطالب الساده النواب مجلس الساده النواب ان الموضوع ده يتم تقنينه. انا النهارده ما فاجئش ان المستشفى طلع قرار خصخصه وفاجئ الكشف مثلا ب 50 60 جنيه، انا ممكن اقدر عليه ولكن واحد بسيط ما يقدرش عليه. لذلك لازم يتم مراعاه هذا الامر، ولازم النهارده طالما انت هتحول لي المستشفى دي او تخصخصها لي او تدخل لي فيها جانب استثماري، يبقى النهارده انا سيادتك مفروض العقد شركه متعاقدين، الزم سيادتك ان انت تجيب لي استشاريين كبار يكشفوا في المستشفى. انا النهارده بروح اكشف
في اكتوبر وبروح اكشف مثلا في الجيزه وبروح اكشف في امبابه، معايا مقدره ان انا اكشف. في النهارده مواطن ما بيعرفش يكشف. لذلك احنا دلوقتي الموضوع ده يا جماعه، يا ريت الموضوع ده ما يبقاش زي جميع القرارات اللي بتطلع في الاونه الاخيره دي. لذلك نتمنى ان هذا الموضوع يسد الثغره. خليني اخد طيب راي اخر من المواطنين، يعني سريعا بس علشان الوقت ضيق، يعني تطالب بايه بالنسبه لهذه المستشفى مركز طب الاسره؟ المستشفى دي دلوقتي خدمه من اول الخطبه لحد منشيه القناه، نعم. حوالي 40 كيلو، نعم. مفيش مستشفى على الخط الخطاطبه مساحتها او في عدد المساحه، المساحه نعم. بتاعتها 5 فيادين، نعم. مفيش غير اليافطه بتاع المستشفى اللي موجوده، اليافطه بتاع المستشفى هي الموجوده دلوقتي، ما فيهاش سرنج، ما فيهاش رباط شاش، ما فيهاش قطنه، ما فيهاش دكتور بيجي المستشفى. المستشفى دي يعني ما تلاقيهاش على خط ديك للخطاط بقى. وصلت هذه النقطة، أنا بشكرك وبشكركم جميعا عذرا لضيق الوقت. يعني كانت هذه هنا الصورة هند في مركز طب الأسرة التابع لقرية نيكلا، واللي تحول من مستشفى تكاملي بعد قرار إلغاء منظومة المستشفيات التكاملية إلى مركز طب للأسرة. نتمنى بالطبع أن هذه الفجوة أو هذه الثغرة بالنسبة للسكان المحيطين هنا واللي بيضطروا يلجأوا للمستشفيات العامة أو المستشفيات المركزية في أماكن بعيدة عنهم، نتمنى أن توصل لهم الخدمة هنا في قرية نيكلا وبالطبع في القرى المتابعة لها بمركز منشأة الأناطر. عودة ليك مرة أخرى هند في الاستوديو. شكرا لزميلنا محمد بهاء. يعني في التقرير زي ما احنا شفنا قدامكم 4000 متر، يعني لو حسبنا المتر ب 1000 جنيه يعني ب 4 مليون، ودي يعني صروح خرسانيه فارغه ومهمله بجد حرام. احنا ان شاء الله بقى مش هنسكت كبرنامج عين على البرلمان، هنفتح حوار مجتمعي ومش هنسكت الا لما نعمل ورقه عمل، وان شاء الله هنرفعها لمجلس النواب وباذن الله نلاقي حل. مستمرين معكم برضو في استقبال تليفوناتكم عشان نشوف ما هو الحل للاستفاده من مستشفيات التكامل. طيب معانا استاذ سامي من الشرقيه. استاذ سامي اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل يا فندم. معاكم سامي عبد الغني ناصف من قريه الصنافين منيا القمح محافظه الشرقيه. اتفضل يا استاذ سامي اتفضل. بخصوص ملف مستشفيات التكاملي، كانت مستشفى الصنافين التكامليه سابقا بتقوم باكمل دورها سابقا من اجراء عمليات ورعايه مرضى، وان المريض يبات في قلب المستشفى. ده لحد امتى يا استاذ سامي؟ لحد امتى؟ لحد القرار الظالم الذي حول المستشفيات التكامليه الى طب اسر. احنا ما وقفناش عند هذا القرار وعجزنا، لا، واجهنا هذا القرار من خلال عمل المجتمع المدني، ووجهنا طاقتنا كلها. عملتوا ايه يا استاذ سامي بالظبط؟ وجهنا الطاقه بتاعتنا كلها الى الصحه بانشاء داخل مستشفى بموافقه وزاره الصحه ومديرية الصحة بالشرقية بإنشاء وتجهيز وحدة غسيل كلى على أعلى مستوى. بدأنا العمل فيها من 2007. كان فيها كم ماكينة لغسيل الكلى يا أستاذ سامي؟ موجود فيها 12 ماكينة غسيل كلى. بالجهود الذاتية كاملة. لكن الإشراف الطبي والرعاية من نسبة التمريض من خلال مديرية الصحة بالشرقية. المجتمع المدني لم يرفع يده عن هذه الأقسام، خاصة قسم الكلى وقسم الحضانات الذي تم إنشاؤه وتجهيزه برضه في القرية، وفي 13 وحدة حضانة أو جهاز للحضانات. ده مش موجودين يا فندم كده في مستشفى عام، يعني عدد حلو يا جدا يا فندم. تخيل حضرتك، نحن نخاطب المسؤولين في وزارة الصحة وخاصة في مدير الشرقية بأن يوفروا لنا أطباء يشغلوا أجهزة للتنفس الصناعي، ونحن جاهزين لشراء هذه الأجهزة لتشغيلها. للأسف الإعاقة في الموارد البشرية من أطباء وتمريض هي التي تعوق العمل المدني من تطوير مستشفيات وخاصة مستشفيات تكاملي. عملنا هذه الحضانات وتعمل بكامل طاقتها بكلفة تزيد عن 1.5 مليون. الكلى كلفته تزيد عن 5 مليون. قمنا بتجهيز علاج طبيعي، قسم العلاج الطبيعي، انشاء وتجهيز العلاج الطبيعي داخل مستشفى الصنافين التكاملي سابقا، وتعمل بكامل قوتها حتى الان. تطوير المستشفى دي طورنا داخل مستشفى وحده الاسنان بشراء الكرسي ورعايتها وتجهيز بعض الاجهزه. يعني المستشفى يا استاذ سامي اتكلفت قد ايه وايه طلبكم؟
المستشفى من خلال عمل الجهود الذاتية والمدنية زادت التكلفة بتاعتها عن 18 مليون جنيه جهود ذاتية من 2007 حتى الآن. ايه مطلبكم بقى يا استاذ سامي؟ مطلبنا دلوقتي ان المستشفى اما ان يعود اليها مسماها الاصلي التكاملي لانها تعمل، لان في مستشفيات تكامليه حولت ولا تعمل وحبيسه، اموال حبيسه لا تعمل، اما مستشفى صرافين تعمل بكامل قوتها حتى الان. علاج طبيعي، اسنان، كلى، حضانات، رعايه اساسيه، معامل، وحده اشعه، عربي، سياره اسعاف داخل مستشفى تحت اسم طب اسره. مسمى ظالم لعمل كبير جدا. توجهنا لمديرية الصحة في الأيام الحالية دلوقتي مع وزراء سابقين عشان نقوم بتوسعة إنشاء داخل المستشفى أقسام لأطفال تخصصي، ناخد الموافقة لبناء، كان متبرع جاهز بخمسة مليون جنيه لبناء وتجهيز قسم داخل المستشفى لاطفال تخصصي. يعني في استعداد، يعني في استعداد كمان لدفع اكتر من كده. طب استاذ سامي خليك معانا، معانا الدكتور مجدي مرشد عضو لجنه الصحه بمجلس النواب وصاحب الاقتراح لحل مشكله مستشفيات التكافل. سياده النائب مساء الخير يا فندم. اهلا، مساء الخير على حضرتك وعلى المشاهدين جميعا. هنحل مشكله مستشفيات التكامل ازاي يا فندم؟ هي اتحلت طبعا بالطريقه اللي قالها الاخ العزيز دلوقتي في الصلاطين في الشرقيه، حل الازمه عندهم في بلدهم، وانا حليت الازمه في بلد في بلدي، وكل واحد يحل الازمه في بلده قدر الامكان. اذا ما كانش البلد قادره في جمعيات اهليه ممكن تقوم بالدور ده، اذا ما كانتش الجمعيات الاهليه قادره في مؤسسات زي الاورمان زي رساله زي تقدر تشارك في تطوير وتشغيل هذه المستشفيات عشان تدي خدمه للمواطن. بس هو نقطة الصرافين في خلط ما بين المستشفيات القروية اللي هي قبل سنة 1997 والمستشفيات التكاملية اللي أنشأت سنة 1997. يعني كان في مستشفيات في القرى من قبل التكاملية، وعشان كده احتمال أو الأكبر احتمالا إن الصرافين مش هيبقى تكاملي أصلا، يعني هو معمول من قبل المستشفيات التكاملية. بس هو تكاملي. لا 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 لا، المستشفيات التكاملية 514 مستشفى على مستوى الجمهورية. لا لا، ما هي منهم يا فندم. طب استاذ سامي معانا، استاذ سامي هي تكاملي ولا لا؟ اتفضل. يا استاذ، الصنافين كانت مستشفى تكاملي وعملت تحت هذا المسمى قبل تحويلها الى مستشفى طب الاسره، وانشئت من قبل وزاره الصحه على انها مستشفى تكاملي بها عمليات. يعني مش من قبل 97. لا، من بعد 97 يا دكتور مجدي. من بعد 97؟ إذا كانت أيوة يا فندم، المنشآت الحديثة بتحمل الاسم ما بيتغيرش، يعني اللي كان تكاملي هتعود تكاملي، ما فيش المسمى، ما فيش فيه أي مشكلة خالص. يا أستاذنا العزيز اتفضل. يا أستاذ سامي، دكتور مجدي معاك، اتفضل. احنا المجتمع المدني لم ايده بتغل من ناحيه عدم تعاطي المسؤولين في مديريه الصحه بالشرقيه في زياره المستشفى للاطلاع على ما تقوم به من خدمه بيصب في مصلحه وزاره الصحه. لا، دي سهل ان احنا مع الدكتور حسام وكيل وزاره هناك ويزور المستشفى ويشوفها وكل حاجه. يا فندم، احنا توجهنا اليه وغيره، مش ليس وكيل وزاره الحالي، السابق وما قبله وما بعده، والان بان يطلع على ما يقوم به مستشفى صرافين من خدمه في صالح المريض تصب داخل وزاره الصحه، ولكن المجتمع المدني لا يريد ان يسطر سطر عشان شكر، انما احنا عايزين نقدم خدمه للمريض يكفي على المريض مرضه فقط. هو ده دور المجتمع المدني طبعا، وده اللي احنا عولنا عليه في لجنه الصحه لانشاء وتشغيل المستشفيات التكامليه، ان المجتمع المدني يقوم بدوره فيها بشكل واضح، وده اللي اتعمل فعلا. وخلي بال حضرتك، الشرقيه فيها 30 مستشفى من 36 مستشفى تكاملي بداوا يشتغلوا فيهم وهيشغلوهم في الفتره الحاليه. يعني منهم صنافير يا دكتور مجدي؟ الصنافير؟ لا مش منهم، عشان كده انا بسال بس، هل هي يعني كده انتم ما عندكوش حصر للمستشفيات يا فندم؟ لا موجوده الحصر في وزاره الصحه موجود طبعا. اللي تم الشغل فيهم حوالي 30 من 36، وده عدد كبير جدا، ومعظمها مجتمع مدني، يعني معظمها بس وزاره الصحه يا فندم قالت ان مفيش ان الصنافين مش منهم. ايوه، ما انا ده اللي انا بقوله، واتمنى ان منهم يا فندم. عفوا،
منهم يعرف يعرف هي تم انشاها سنه كام عشان بس ان نظم. يعني هي تم انشاء الوحده دي سنه كام؟ لو 97 فيما فوق يبقى تكامليه، لو قبل 97 مش تكامليه. باختصار في حاجه اسمها وحدات 97 فيما فوق. ايوه بالظبط كده. في حاجه اسمها مستشفيات فرعيه كانت زمان بتعمل فيها عمليات وبيقعد فيها العيان وبينزل فيها المريض بعد العمليه وفيها ادره وفيها دي مستشفى قروي مش تكاملي. طيب احنا دكتور مجدي ان شاء الله هنكمل الموضوع ده في جولة الساعة الرابعة. دكتور مجدي مرشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، واستاذ سامي ان شاء الله هنكلم حضرتك تاني نتابع الموضوع ده، وزي ما وعدتكم ان احنا هنفتح حوار مجتمعي وان شاء الله نوصل لحل ونرفعه ان شاء الله لمجلس النواب. مشاهدينا الكرام بكده نكون وصلنا لنهاية جولتنا، كل الشكر ليكم.